الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني الكرام، أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم جمال للعقارات المغربية. إخواني الكرام، احنا كنتواجدوا على بعد 18 كيلومتر اتجاه الكموني شرقا، جهة عين جوهرة. غادي نصور لكم هاد المزرعة، هي جديدة يعني يلاه تمنت الدار ديالها. الارض مازال خاويه، رمل مسيجه، الوضعيه القانونيه ديالها تتر محفظه. اخواني الكرام، كما نعاود نكرر، هذه الارض فيها قطار وخدام تتر فونسي. السكنه فيها واحد 110 متر كاري. حنا غادي نتبعوا معنا الفيلم حتى الاخر باش غتشوفوا من الداخل. طبعا شده على القدرون هو هذا، كاين جيران هنا الناس كبار تبارك الله، دايرين الفيرمات ديالهم كبار، شدة على القدرون. شتي كما كتلاحظوا الباب، الارض مسيجة كاملة، خاصة تشجير، انواع ديال الشجر. انسان اللي بغى يدخل ليها يدير الشجر اللي بغى، يدير اللي بغى لافوكا ولا الحامض ولا داكشي اللي يحب. الماء تبارك الله، البير فيها محفور 60 متر، والماء طلع على 18 متر. هو هذا بالتقليدي كما كتلاحظوا، هذا هو البير. طبعا كاين جيران هنايا على اليمين، وكاين جيران على الشمال. الماء، السق ديال الماء 24 ساعة على 24 ساعة. اخواني الكرام، الدار كما كتلاحظوا هي هذه جديدة مبنية، واحد المساحة ديالها ديال 110 متر حتى 100 متر. حنا غادي نلاحظوها من الداخل. كاين واحد الجلسة هنايا كما كتلاحظوا، الدار يلاه تفينات. وهنا كاين واحد لابيسين صغيور، حتى هو خصو يتجلج. وهنا كاين الجيران عاد تبناو جداد، هنا كاين لابيسين صغير. كتشوف على واحد المنظر رائع كما كتشوفوا. الارض حاليا عند العرض ديال تقريبا واحد 56 في العرض، والتحت كما كتشوفوا كاينه شي 80 متر غاديه وكتستعمل تحت. حنا غادي نشوفوا الدار الداخل، وغندير لكم واحد الصوره من الفوق. كما كنكرر، بعيده على سيدي علال البحراوي، بعيده على سيدي علال البحراوي ب 17 كيلومتر. 17 كيلومتر يعني ربع ساعه على القدرون كما كتلاحظوا. ما كاينش بيست. هذه عاوتاني باب الثانيه ديال السكن. بسم الله، هنا كاين صاله على الدخله، كاين صاله. الدار يلاه تصبغات جديدة. هنا كاين عاوتاني كما كتلاحظوا كاين حمام رومي مزلج، وهنا كاين حمام واحد اخر حتى هو كما كتلاحظوا. هذه بقات واحد سيجور هنا، وهنا كاين صالة. الدار فيها ثلاثة ديال البيوت. هذا شارجم كيشوف في الباب الداخلانيه ديال المزرعه على القدرون. وهنا كاين صاله هي كتشوف الغرب، وهنا كاين كوزينه كتخرج الباب ديالها لابيسين اللي صورتكم في الاول. كوزينه حتى هي عند الشارجم ديالها كيشوف لابيسين صغير وكتشوف الغرب. غادي نشوفو الفوق، كما كتعرفو كاينه أربعة ثلاثة ديال البيوت، صالون، بير محفور 60 متر، طلع الماء على 18 متر، يعني السقي ديالو 24 ساعة على 24 ساعة. بعيدة على سيدي علال البحراوي ما يسمى بالكاموني ربع ساعة، يعني 17 كيلومتر. نشوف لكم السطح، ندير لكم واحد الشوفة للسطح تكون كبيرة باش تاخدوا واحد الفكرة على المزرعة.
مزرعة الوضعية القانونية تيتر فونسي دار ديال 110. هذا السطح واخ، هذا السطح، وهنا كاين جيران طبعا كما كتلاحظوا، هنا كاين جيران كما كتلاحظوا على الكترون. هذه الأرض خاصها التجرير، التشجير فقط، تأخذ الشجر فقط، يعني الماء كاين، الضو كاين، الماء ديال لونيب كاين، دار جديدة، شهادة الملكية تيتر فونسي. هذا كما كتلاحظوا هنايا كاين لابيسين، وكاين طلة، البير كما قلنا محفور 60 متر، طلع الماء الفائض ديال الماء تبارك الله على 18. وهنا على اليمين وعلى الشمال كاين الجيران. إخواني الكرام، الثمن غتلقاوه مكتوب لتحت في الوصف ديال القناة. الثمن غادي يكون جوج مناسب، اللي خصها خصها تشجير فقط، إنسان يدير الشجر ديالو اللي بغا هو. هنا كيخرج عاوتاني، حنا هاد الصالة هادي على الدخلة، هنا كتبقى إنسان يستغلها. جار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طبتم أينما كنتم، غفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاشتراك على القناة ديال جمال تشجيعا لنا إذا عقار آخر إن شاء الله. وبحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.